السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في كل بدايه فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لايك على فيديو او شاف لي فيديو. دايما واقفين في ظهري ودايما سند ليا ودايما بتدعموني ودايما بتخلوني بجد عاجز عن الشكر. بجد يا جماعه انا مش لاقي اي كلام اقوله اوصف بيه سعادتي ومدى فخري ومدى اعتزازي بكلامكم اللي بيجي لي في التعليقات. بجد بتخلوني احسن بني ادم في الدنيا، بتخلوني حاجه كبيره جدا، وانا بجد ممتن لكل واحد فيكم، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم واقدم كل حاجه تنال رضاكم. الحقيقه يا جماعه ان الجزائر مهما نقعد نتكلم عنها مش هيكفينا كلام، ومهما نقعد نحكي عن طريقها العظيم مش هنوفيها حقها. البلد دي يا جماعه بلد جميله جدا وبلد رائعه جدا وبلد عظيمه جدا، مش بكلامي او بكلام غيري، التاريخ بيقول كده والحاضر بيقول كده وان شاء الله المستقبل هيقول كده، وهيثبت كل كلامنا اللي دايما بنتكلمه عن بلد عظيمه زي بلد
شفنا الفيديو الجميل ده اللي بيتكلم عن الجزائر وقد ايه بلد الجزائر دي بلد عظيمة، وقد ايه بلد الجزائر دي بلد رائعة، وقد ايه بلد الجزائر دي بلد لازم على كل مسلم وعربي ان يفخر ان في بلد عربي ومسلمة بالطريقة ديت. بجد يا جماعة انا مش لاقي كلام اقوله اوصف بيه سعادتي وفخري واعتزازي ببلد الجزائر. انا بجد فخور ان في بلد عربي ومسلم اسمها الجزائر، ويا رب دايما يوفق كل المسلمين والعرب، ويا رب دايما يعلي من شأن المسلمين والعرب. انا في نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.